في الفن. انا ما كنتش عارفه ان انا ممكن اطلع فنانه، وما درستش الفن، انا ما درستوش، انا الصدفه لعبت معايا ده. يعني انا كنت مره في اسكندريه، وكان وشفت وانا ماشيه كده اهوت بالعربيه بالصدفه، شفت سعاد حسني بتمثل اين عقلي، عاطف سالم. عاطف سالم، تمام. اول ما عرفتش حد غير سعاد في الحقيقه يعني. وبعدين عارف لحظه معيني وقعت عليها، اتمنيت اكون زيها، وانا ما كنتش عارفه ان انا ممكن اكون، نعم. يعني او اعرف امثل حتى. نعم. وشفت الناس وشفت العمال وشفت الاكرانات وشفت الكاميرا وشفت المخ، شفت الناس اللي هم بمجرد التعديه دي حلمي ابتدى، حلمك ابتدى. ابتديت احلم. وبعدين ما قلت مش ممكن بقى، يعني من اللي هيكتشفك وعلى بال لما تبقي يعني عارف. لحد ما في يوم واجهت اهلي قلت لهم انا عايزه امثل، قالوا لي ايه يا اختي تمثلي ده ايه؟ قلت لهم عايزه امثل. اداري ان انا كان ليا عمه عملت نفس العمله، قالت لهم انا عايزه امثل. وعمتي كانت السيده امينه الشريف. امينه الشريف دي عمتك؟ فانا ما اعرفش، ولا اعرف ان كان ليا عمه عايزه تمثل، ولا اعرف ان والدي كانوا عايزين ياخدوه في التمثيل، ولا عندي فكره بالكلام ده، ما عنديش فكره. المهم انه ايه، انه جاء الاستاذ عبد الحليم نصر المصور اللي هو الشهير بعبده نصر، اللي هو ليه الفضل الاول والاخير في حياتي الفنيه، بالنسبه لي يعني هو اللي حاطني فعلا على اول السلم، واداني اهم واكبر فرصه في حياتي. بطوله فيلم اسمه قصر في الهوى. قصر في الهوى، ايوه. وكان هو عايز وجه جديد، وما كانش عارف يجيب مين، فاستاذ استاذ مأمون الشناوي قال له انا سمعت بنت في الاذاعه في ايه يا ربي، في برنامج من برامج، في برنامج عالناصيه، بنت مع الاستاذ عمر بطيشه. مين اللي سماك يسرى؟ انا اتضح ان اسمي الحقيقي يسرى وما كنتش عارفه. يعني ايه اسمك الحقيقي يسرى؟ يعني في شهاده الميلاد مكتوب يسرى، امال سيفين دي جت منين؟ انا شهاداتي من المدرسه سيفين. وشهاده الميلاد انا فاهمه ان انا اسمي سيفين. اتاري شهاده الميلاد اسمها يسرى. يسرى. انا عندي جدتين. فليا جده قالت يسرى، انا كان عندي خال بيسقط في الحقوق ونجح يوم ما اتولد، قالوا البت دي وشها حلو يسرى. فخالتي التركيه قالت لا سيفين، قالوا طب نسميها الاثنين ونخلص، ولا دي تزعل ولا دي تزعل. قولي لي يا يسرى، احيانا يتقال انه علماء النفس يقولوا انه احلام اليقظه بتاعت الانسان بتعبر عن اعماقه النفسيه. ايه نماذج من احلام اليقظه في حياتك الاولى ايام المراهقه؟ يعني قولي لي ايه اللي كان بيدور في خيالك كاحلام يقظه؟ يعني كنت دايما عايزه ابقى مش عاديه. يعني ايه مش عاديه؟ يعني مش عايزه ابقى يعني اوكي عايزه اتجوز واخلف وبتاع، بس عايزه يبقى لي رساله اكبر، عايزه يبقى لي كيان، عايزه يبقى لي يعني اقول حاجه للناس. ازاي؟ ما اعرفش. يعني في وقتها ما كنتش عارفه ازاي. ايه منابع الوجدان او منابع الفن عند يسرى؟ اقدر اقول ايه؟ قرايه؟ قراءه؟ شوف، مش بس القراية، ومش بس انك تتفرج على افلام، ومش بس انك تقعد مع كتاب، ومش بس انك تقعد تتكلم في حواديت للناس. كل ده مع بعض. لازم تبقى انت عندك القدرة انك تلم كل ده مع بعض وتطلع منه فن، وتطلع من تجاربك الشخصية ومن تجارب الاخرين ومن الظروف اللي انت عشتها واللي شفت فيها ناس تانية. جراب آلام الطفولة نفعك وانت فنانة؟ بدون شك، بدون شك نفعك. يعني عندك الجريم ده هو ما هو عايش معايا، ما بيسيبنيش. هو انا اللي باركنه شويه علشان ابقى مش يعني، ما هو لو عشت بس في ألم كمان هيبقى شيء نكد قوي. مين اداك الشهاده بالموهبه لديك؟
هل اعتبر عبده نصر اداكي هذه الشهاده؟ اول واحد. اول واحد اداكي الشهاده. اول واحد. واول واحد قال لي اوعي تتنازلي عن المكان اللي انا حطيتك فيها، انك انت نمبر 1، حطيتك في الفيلم ده نمبر 1، فتكوني نمبر 1 وتعيشي كده، ويوم ما تسيبي تسيبي وانت نمبر 1. طيب الفشل في حياتك، فشل في حب عرفتيه في البدايه؟ لا كتير كتير. كان فشل في حب. ايه فشل. سبب الفشل في الحب؟ انا بعتقد سوء اختيار مني انا. سوء اختيار منك. كملي. فشل أنا في الجواز. عشت فشل في زواجي الاولاني طبعا. ايه كان سببه؟ ظروف. الظروف يعني ايه ظروف؟ الظروف كانت بتاعتنا ما كانتش، يعني هو في حته وانا في حته، هو بيجي لي مره في السنه او مرتين في السنه، ما كناش مش عارفين نلتقي في حته واحده، مع انه كان بيحب فني جدا وكان دايما ناقد على يعني بينقدني، ده وحش اللي انت عملتيه، ده وحش، ده لازم تبطلي تعمليه. عشت فشل في الافلام؟ اربع خمس سنين مش اقل. عشت فشل في الصداقه؟ ايه سببها؟ الفشل سببها انك انت بتكون داخل بقوتك ومش عامل حساب لأي عناصر تانية انها تهز الصداقة دي او تهز العلاقة دي، فبتتفاجئ بتصطدم بحاجات في حياتك بتضيعها. حدسك ولا فراستك ولا تجاربك بتستخدميهم لاكتشاف الناس؟ الحاسة بتاعتي مهمة قوي بالنسبة لي. يعني حستك الشخصية يعني لما بيكون عندي حكم مثلا اولاني تجاه حد قبل، الانطباع الاول بيلعب دور كبير معاكي. الانطباع الاول. فبتفاجئ بالاتي بعد سنين، بتفاجئ ان الانطباع الاول كان صح. يوسف شاهين مر في مشوار حياتك وانا بعتقد انه علامه في حياتك. انا عاوز اعرف يعني يوسف شاهين مثلا بيرى انه الفنان مجرد اله في يد المخرج؟ لا لا، ده بيحس قوي بالبني ادم اللي قدامه. هقول لك حاجه، تجربتي معاه كانت غريبه جدا. اول مره شفته انا بعشقه من قبل ما اعرفه. نعم. يعني كفنان. نعم. يعني بموت فيه. بقول الراجل ده ما ملوش زي. فقابلته لقيته بيقول لي انت مالك طويله ومالك مش عارف ايه ومالك ايه. لا بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه؟ ايه طويله دي؟ في ايه؟ قلت له طويلة. قال لي وشقرة ليه؟ قلت له ربنا بقى. فلقاني بقى ايه بنكش معاه مش ساكتة. قال لي ما تكلميش حد تلات اشهر وما تعمليش مش عارفة ايه وما تنزليش وما تخرجيش. قلت لا، ما حد يقول لي ما تخرجيش وما تعمل، لا انا ماليش دعوة بالكلام. لحد ما لقيته جايبني من البيت. يعني من اوضتي. نعم. بعد تلات شهور. اول تجربة كانت معاك كانت ايه؟ حدوتة مصرية. حدوتة مصرية. في فترة أول يوم تصوير أوريك إنسانيته بقى في الحتة دي. أول يوم تصوير أنا حصل لي ظرف سخيف جدا في حياتي. نعم. الخاصة. نعم. اللي ملوش دعوة بالفن، وأنا إن لوكيشن.